إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. يا أستاذ فؤاد، كلمتين وبس كانوا أجمل كلام، كانوا الكلمتين بيأثروا في الناس. النهاردة الناس محتاجة كلام كتير، كلام يغير حاجات كتير، حاجات كتير قوي يا أستاذ فؤاد. الدنيا دي عجيبة يا أخي حظوظ، ناس لها بخت وناس ما عندهاش بخت. الكلام ده بنلاقيه كتير في حياتنا وبنسمعه كتير في مجتمعنا. الكلام ده للأسف من ضمن الكلام الفارغ اللي بيتقال. ليه بقى؟ هو حضرتك ما بتؤمنش بالبخت ولا ايه يا أستاذ فؤاد؟ ما بتؤمنش ان في ناس ليها بخت وناس تانية ليها ترثر على رأي عبد السلام النابلسي؟ دي المكنة بتاعت علي الزيزي طلعت قماش بالحظ يا سبعاوي. ها؟ وبعد كل ده حضرتك شايف ان الحظ كلام فارغ؟ لانه مش صحيح. ازاي مش صحيح؟ اقول لك ازاي. حكاية الحظ دي حكاية ممكن تكون موجودة بنسبة 15% او 20% بس، مش اكتر. يعني مطلوب 80% شغل. الفرق بين كامبورة لما عمل محل بآلة والخواجة سفنتينو لما يعمل محل بآلة، الفرق بينهم ان كامبورة لو حب يتعشى هيشد حتتين جبنة وياكلهم من المحل، انما الخواجة سفنتينو هيبيع لروحه حتتين جبنة ويحط تمنهم في درج الفلوس. الفرق ايه بين كامبورة والخواجة؟ قصدك من حكاية ايه يا أستاذ فؤاد؟ باختصار، في إدارة عند الخواجة سفنتينو ومفيش إدارة عند كامبورة. الإدارة، ما هي دي مشكلة المشاكل يا أستاذ، المشكلة الأزلية اللي ياما اتكلمت انت عنها من 30 سنة ولسه لحد النهاردة بنتكلم فيها. فعلا الدول بتتقدم بالإدارة الجيدة بحسن التخطيط، زي كامبورة اللي عايش بالهبلولو ياكل اللي حيلته ويقعد بعد كده يغني ظلموه. الفرق بين النجاح والفشل هو الفرق بين الإدارة والهبولو. الإدارة مش إن واحد يقعد في مكتب وعليه يافطة المدير، لا، دي مش الإدارة. الإدارة الحقيقية هي العلم، هي المعلومات، هي فن أصول الصنعة، هي التكنولوجيا الجديدة. لا، في دي بقى بجد أحب أطمنك إن إحنا بقينا كويسين قوي يا أستاذ. إحنا ماشيين كويس من مدة في خطة لتحديث وميكنة الإدارة، والحكومة كلها بقت إلكترونية تقريبا. ولو حضرتك جيت وشفت التطوير اللي حصل في القرى بالتكنولوجيا الحديثة هتتبسط بجد يا أستاذ. ده احنا عندنا دلوقتي قاعدة معلومات ضخمة، توظيف كل المعلومات دي في خدمة الصناعة أو التجارة، هي دي حقيقة الإدارة، العلم. النهاردة الدنيا اتغيرت في كل حاجة. فعلا يا أستاذ فؤاد، الناس كلها عرفت كلمة سر التطور، عرفت الغرب بتطور بإيه؟ بالاختراعات، بالعلم، بالإدارة. احنا محتاجين نشتغل بأسلوب تاني خالص في الإدارة. المشكلة ان الناس على ايامكم قعدوا سنين طويلة فاهمين الادارة غلط يا استاذ فؤاد. كنتوا فاهمين انها امارة، الادارة امارة. موظف عمومي قاعد على مكتبه ومفروض يتحكم في الهوى الساري، دي لا مؤاخذة مش ادارة، دي امارة. مشكلتنا اننا احيانا نعمل امارة ونفتكرها ادارة. صحيح، والنتيجة بعد كده بتكون خسارة. خسرنا لأن مفيش إدارة. المفروض أي نظام إداري يسهل الإنتاج، يكون حريص على تنمية الإنتاج وزيادته وازدهاره. طيب إذا كان النظام الإداري بيعاكس الإنتاج وبيعوقه وبيقف في سكته وبيعمل كل ده بحجة حماية الإنتاج، يبقى إيه الحل يا سيد؟ الحل ان الحكومة ترفع شعار انسف حمامك القديم وتعمل ثورة ادارية، تغير بقى قانون الوظيفة العامة وتعدل معايير تقييم وترقية الموظفين، تعتمد على الكفاءات اللي فاهمة ومتدربة على مهارات الادارة الحديثة. هو ده اللي احنا بنعمله دلوقتي يا استاذ. شايف في حاجة تانية نعملها؟ نتعلم من غيرنا. مش عيب انه يبقى في حد بيفهم في الادارة عن حد وله تجربة وخبرة سابقة.
نستفيد بالخبرات، بالتجارب، بالعلوم الإدارية، بالأنظمة الإدارية المتقدمة. كل ده مفروض نعمله علشان نزود إنتاجنا. هو بنحاول والله يا أستاذ فؤاد، الدولة بتعمل أقصى جهدها، بس مش هتتخيل الزيادة السكانية عاملة فينا إيه، وأكل الأخضر واليابس، وجد كمان أزمة روسيا وأوكرانيا زودت العبء على الدنيا كلها. إحنا مفروض نعتمد على نفسنا مش على السلف، مفروض ننتج أكلنا مش نستورده، مفروض نصدر إنتاج برا مصر مش نستورده بس. كل ده مفروض يحصل، ومفروض يحصل بسرعة وكفاءة وإحكام. الله ينور عليك يا أستاذ، كأنك كنت معانا في زيارة الرئيس الأخيرة لتوشكا، ومصر كلها بتحتفل بموسم حصاد القمح. فعلا مفيش حل غير إننا نعتمد على نفسنا في إنتاج أكلنا وشربنا، وياريت شوية نفكر في موضوع الزيادة السكانية، مش كده ولا نقول كمان؟ كلمتين وبس. فؤاد المهندس، عمرو الليفي، محمد الشبه، تامر حسني.